مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخلوني بس أشارككم كده معانا الحديث قبل ما أدخل في الأخبار. كنت بتكلم أنا وأحمد على الروح الحلوة اللي كانت باينة بين لعيبة النادي الأهلي امبارح في المباراة. يعني يمكن كنت بكلمه على لما سابوا ضربة الجزاء لبدر بنون، أو وليد سليمان سابها لبدر بنون عشان ياخد الثقة أكتر وينسجم أكتر مع النادي الأهلي، لما بدر بنون طلع وسعد سمير نزل، والتحية الكبيرة اللي كانت الحقيقة من بدر بنون ليه ومن كل لاعبي النادي الأهلي طبعا برجوع سعد سمير، وحتى كلام كابتن سعد سمير على بدر بنون بعد المباراه وقد ايه هو اضافه مهمه وكبيره للنادي الاهلي. كل الحاجات دي او المواقف دي اللي بنشوفها طبعا غير اللي في الكواليس اللي ما بنبقاش شايفينه، بيبين ان في روح حلوه بين لعيبه النادي الاهلي بتفرق معاهم دايما في المباريات اللي زي دي وفي المكسب وفي المباريات الكبيره بشكل اخص. يا انت قلتي لي كل الكلام ده في الفصل، كل مره تقولي الكلمه دي مش معقول كده. يا بتقولي لي كنت بقول لك اللي حصل بينهم يعني، وانها كانت حاجه لطيفه. تاكدي انه تيم زي النادي الاهلي بالتاكيد الجو بتاع اوضه اللبس حاجه تانية خالص، وقدره اللاعبين القدام واللاعبين الكبار في النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي اللي متربيين جوه يعني جدران النادي الاهلي على استيعاب الوافدين الجدد، يعني زي ما بيقول التعبير، كبيره جدا. عشان كده بنشوف لعيب ما بقالوش ايام في نادي الاهلي وتحس ان هو منسجم، وتحس انه علاقته باللعيبه بقى لها فتره طويله جدا، وتحس انه مرتاح وانه جوه بيته. دي اجواء اوضه اللبس في النادي الاهلي. شفنا ده حصل بشكل كبير جدا مع بدر بنون، للدرجه اللي تخلي سعد سمير يتكلم على انه بدر خلاص واحد مننا وكانه مصري. يعني شفنا ده مع علي معلول من البدايات خالص، لدرجه النهارده انه الناس ما بتعتبرش علي معلول لعيب محترف، الناس بتعتبر علي معلول يعني لعيب مصري. شفنا ده مع بواليا اللي ما بقالوش يعني ساعات، انا مش هقول ايام، ما ينفعش اقول ساعات، يعني شايفين بواليا في حاله هزار وانسجام والى اخره. وبالتالي دي اجواء اوضه اللبس داخل النادي، ومش ممكن ابدا فريق انتوا عارفين حضراتكم يعني ايه بطوله. انا النهارده كنت بتفرج على فيديو في مشوار الاهلي في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، من ايام من اول ماتش النجم الساحلي اللي لعبناه اللي اتظلمنا فيه في سوسه ده وخسرنا 1-0، الخساره الوحيده اللي حصلت السيزون ده، وصولا للقضيه ممكن للحظه تتويج الاهلي ببطوله افريقيا. يعني ماتشات صعبه واجواء عنيفه وتوتر وضغط عصبي، لو ما فيش حاله التكاتف دي، لو ما فيش انه الفريق هو النجم، لو ما فيش انه اللعيبه كلها وحده واحده ومش مهم مين يلعب ومش مهم مين يسجل، ما كانش ممكن ابدا البطوله تتحقق. ودايما فعلا الروح اللي في اوضه اللبس دي بتفرق جدا، وهي بتترجم بعد كده لحصد البطولات بالشكل ده والنتائج بالشكل ده، طبعا بتفرق مع اللعيبه في الملعب. قبل بقى ما نبدا في اخبارنا، انت هتقول النتيجه ولا مش هتقول؟ نقول النتيجه بالمناسبه ونفكر ونعرف اللي ما يعرفش، والموضوع ابتدى يسخن ويحلو على فكره. احنا قلنا لحضراتكم مع انطلاقة الموسم ده 2020-2021 في كل المسابقات، عشان ما نجيش في آخر السنة نقول للجمهور إيه رأيكم مين أفضل لعيب للنادي الأهلي في السيزن ده، قررنا إن احنا نبتديها من أول خطوة. كل ماتش الأهلي بيلعبه بنطلب من حضراتكم تختاروا أحسن 3 لاعبين في النادي الأهلي، واتفقنا إنه صاحب المركز الأول بيكون بياخد 3 نقاط، صاحب المركز الثاني بياخد نقطتين، وصاحب المركز الثالث بياخد نقطة واحدة، والرصيد ده بيبقى تراكمي، نقدر نحسب في كل مباراة لعبها النادي الأهلي على مدار الموسم مين أكتر لاعب حقق عدد من النقاط، ويكون هو بشكل عملي وعلمي هو أفضل لاعبي النادي الأهلي طبقا لاختيار الجمهور. خليني أقول لحضراتكم إنه اللعيبة اللي فازت في مباراة وادي دجلة، المركز الأول كان من نصيب علي معلول اللي قدم مباراة الحقيقة محترمة جدا، وفي المركز الثاني كان كابتن حمدي فتحي اللي كل مباراه الحقيقه مستواه بيزيد وبيتقدم، ونتمنى ان شاء الله كمان لحمدي انه اللي جاي يكون احسن. واحد من يعني وتد الحقيقه حمدي فتحي في نص الملعب، بمناسبه المراكز اللي احنا كنا بنتكلم عليها فيها منافسه عنيفه جدا، يعني نص الملعب انت عندك 4 لعيبه الحقيقه من عيار التقيل، اليو ديانج وحمدي فتحي والسوليه ان شاء الله ما يرجع بالسلامه ونطمن عليه، ومعاهم اكرم توفيق الولد عامل سيزن اكتر من رائع وعمل اداء يعني الحقيقه كويس جدا في مباراه الامس. فانت بتتكلم على 4 لعيبه في الحته دي، هتلاعب منهم 2، حجم المنافسه عنيف جدا. كده خليني اقول لحضراتكم انه حصل تغيير في الجدول، يعني طيب لغايه لما يجهز ده خليني برضو اكرر مره ثانيه، وزي ما سالنا على افضل 3 لاعبين في ماتش الاهلي وساني داب الاخيره، لكن في ماتش الاهلي وادي دجله كان اختيار الجمهور للمركز الاول علي معلول، مركز ثاني حمدي فتحي، والمركز الثالث اليو ديانج.
حمدي علي معلول خد 3 نقط، حمدي فتحي خد نقطتين، اليو ديانج خد نقطة واحدة. اخر ماتش او كنا خاتمين شهر ديسمبر كان التوب رانكينج او اعلى رانكينج كان كهربا، كان ايه 6 نقط، كان كهربا 5 نقط وكان وراه اليو ديانج 4 نقط بالتصنيف او تصويت الجمهور في ماتش دجلة. علي معلول بيتقدم للمركز الاول بعد ما خد الثلاث نقط دول، بيبقى في رصيده 7 نقط، وبيجي وراه في المركز الثاني اليو ديانج برصيد 5 نقط، وكهربا عنده نفس رصيد 5 نقط، وحمدي فتحي بيدخل القائمة لاول مرة وفي رصيده نقطتين. طيب خلينا بقى نبدا اخبارنا نشوف طيب الجدول. ده الرانكينج الجديد بعد التصويت الجماهير في ماتش الاهلي وادي دجلة. علي معلول فعلا 7 نقط، كهربا 5 نقط، ديانج 5، بدر بنون 3 نقط، شريف 3 نقط، سليه نقطتين، ايمن اشرف نقطتين، ودخل طبعا كابتن حمدي فتحي في بعد ما فاز بالمركز الثاني في ماتش وادي دجله برصيد نقطتين. وما زالت انا الحقيقه كمان حاسس انه مع زياده الماتشات الجمهور كمان بيسخن، يعني احنا ابتديناها كان اعداد التصويت مش كبيره قوي، النهارده او يعني النهارده ما بنيجي نعمل كل ماتش، لا الحقيقه المشاركات على الصفحات بتاعتنا قويه جدا. بس كان باين فعلا اكتساح معلول في الماتش اللي فات، الناس كلها تقريبا بس انا عايز اقول لك كمان أول ماتش دجله دخل فيه لعيبه ما كانوش بينافسوا بقوه على المراكز الثلاثه الاولى، لكن خدوا نصيب كبير من تصويت او من اختيارات الجمهور، زي مثلا طاهر محمد طاهر. يعني طاهر لاول مره بيخش في التصويت وبياخد عدد يعني مش قليل من اصوات الجماهير، لكن طبعا المراكز الثلاثة الأولى اتحسمت زي ما قلنا لحضراتكم، علولو وحمدي وديانج. نبدأ بقى أخبارنا طبعا مع الثنائي رامي ربيع ومحمد هاني اللي انتظموا طبعا في تمرين الفريق الجماعي النهاردة الصبح، وزي ما حضراتكم عارفين أن الثنائي تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا وتواجدوا النهاردة في تمرين الفريق الجماعي. الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول كرة القدم بنادي الأهلي أكد كمان جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد بكرة يوم الجمعة في إطار منافسات طبعا مسابقة الدوري الممتاز. كمان طبيب الأهلي قال أن طاهر محمد طاهر انتظم النهاردة بشكل طبيعي في التدريبات وهيكون جاهز للمواجهة اللي جاية في المسابقة المحلية. الأهلي استأنف تدريباته النهاردة بعد طبعا ما هو كسب امبارح، أو النادي الأهلي قدر يفوز امبارح على سوني داب بطل النيجر برباعية نظيفة وقطع تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. بنستعد دلوقتي لإيه؟ لمواجهة سيراميكا زي ما قلت لحضراتكم، هي تكون بعد بكرة يوم الجمعة إن شاء الله في إطار منافسات الدوري الممتاز. وخليني أقول لكم كمان أن لعبوا الفريق الأول لكرة القدم طبعا بالنادي الأهلي أجروا طبعا الرابيد تيست قبل انطلاق التمرين النهاردة الصبح استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري. مباراة سيراميكا أحمد متفقين أن هي غير أن سيراميكا جايب صفقات كويسة جدا، غير أن سيراميكا عامل مباريات حلوة في الدوري، هو بيلاعب النادي الأهلي وهيبقى عايز يطلع بأفضل شكل ممكن. طبعا احنا اتفقنا أنه أيا كان اسم المنافس وأيا كان حجمه وتاريخه وإمكانياته وقدراته، أي فرقة هتيجي تلعب مع النادي الأهلي ثق تماما أنها هتقدم أكتر من أقصى ما عندها، يعني مش هتقدم أقصى ما عندها، لأ هتحاول كمان تقدم أكتر من ده. وسيراميكا الحقيقة فرقة كورتها حلوة، يعني بغض النظر هم الحقيقة دعموا الفرقة بشكل كويس جدا، لكن الفرقة بتلعب كرة حلوة. فأتوقع أنا مش هقول مباراة صعبة، لكن هي مباراة مش سهلة على الإطلاق، وأنا حابب جدا أن الماتشات اللي جاية قبل ما نروح لكأس العالم وقبل ما نروح لسوبر أفريقيا إن شاء الله تبقى ماتشات مش سهله، ماتشات بايخه، ماتشات رخمه. انا محتاج العب مع فرق يعني فرق مش ضعيفه، محتاج العب مع فرق اتست بيها قدرات لاعبتي واطلع كوره من عندي تجهز لي للمرحله الاهم بقى والادق ان شاء الله، عشان نروح كده نعمل شو حلو ونقدم النادي الاهلي بشكل محترم يليق بحجم جماهيريته، يليق بتاريخه، يليق ببطولاته، يليق بان هو احد افضل انديه العالم على الاطلاق. النهارده طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من التمرين، مستر موسيماني كان ليه جلسه يعني على هامش المران مع الجهاز المعاون ليه، والجلسه دي تناولت بعض الامور الفنيه الخاصه بالتحضير والتجهيز لماتش سيراميكا كليوباترا. كمان عقد مستر موسيماني جلسه مع طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبله في حضور الجهاز المعاون عشان يناقش معاه كل التفاصيل المتعلقه بملف الاصابات او الغيابات الخاصه او نتيجه اصابات في لعيبه النادي الاهلي.
وتلقى بالفعل التقرير من دكتور احمد ابو عبلة عن حاله اللاعبين المصابين في الفريق. احنا اللي فاضل عندنا وان شاء الله يرجعوا لنا بالف سلامه كابتن محمود متولي، طبعا اضافه هتكون كبيره جدا، محمد محمود صاعد واعد، امكانيات انا شايف انها محترمه جدا، جونيور اجاييه اللي بعتقد كمان انه في تقدم في حالته واحتمال يلحقنا قبل كاس العالم، كمان معاهم كريم ندفيد واحد من المواهب الحقيقه القويه جدا واللي افتقدناها لفتره طويله وكان علامه استفهام بالنسبه للجمهور، ناصر ماهر احد افضل الاضافات والتدعيمات اللي عملها النادي الاهلي في السيزون الحالي، ويمكن محمود متولي بيعمل برنامج علاجي في الفتره الحاليه عشان يتعافى من جراحه الرباط الصليبي. محمد محمود بدا بالفعل برنامج علاج من جراحه تانية خضع ليها من عدة أشهر في رباط صليبي كمان. نيدفيد بيتعافى وإن شاء الله نشوفه قريب، طبعا كان عنده عامل عملية في ركبته. أجاييه بقى في دلوقتي بياخد برنامج تأهيلي بسبب إصابة الوتر الوحشي، وناصر ماهر طبعا عارفين طبعا إصابته في الكتف وأجرى بالفعل جراحة لتثبيت الكتف. اللي فاضل لنا في الكورونا دلوقتي كابتن عمرو السولية، إن شاء الله ربنا يشفيه ويرجع لنا بألف سلامة. إن شاء الله ربنا يشفيه ويرجع لنا بألف سلامة. نروح بقى الموضوع مهم وشاغل الناس كلها. خليني أقول لحضراتكم إن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد قيد الوافد الجديد والتر بواليا في قائمة الفريق المحلية خلال الساعات القليلة خلاص اللي جاية، وده طبعا تمهيدا لقيده في قائمة كأس العالم للأندية. كابتن سيد عبد الحفيظ قال في تصريحات إعلامية النهاردة إن في نظام جديد في طبيعة العلاقة بين النادي الأهلي وجيرالدو في الفترة اللي جاية، قال إن هيتم قيد بواليا خلاص خلال ساعات، والنهاردة هو اليوم الأخير لقيد قائمة الفريق في الاتحاد الدولي استعدادا لكأس العالم للأندية. قال بالظبط كده، احنا ممكن نقول ان خلاص بواليا تم قيده في قائمتنا المحليه ومفيش اي مشاكل بشان قيده سواء بسبب جيرالدو او غيره، وقال ان هيكون بواليا متواجد معانا في اللقاء القادم بالدوري من غير اي مشكله. قال كمان انه كان في جلسه بينه وبين جيرالدو وهيكون في نظام معين بينه وبين النادي، وابلغه بالموضوع ده او بلغه بالموضوع ده وبطريقه التعامل اللي هتكون بينهم في الفتره اللي جايه، وقال ان ده امر طبيعي عشان ما يكونش في اي غموض بالنسبه للاعب، وان اللاعب ده شارك معانا وعلاقتنا بيه كويسه وخد معانا كمان بطولات، وبالتالي لازم يكون في نظام محدد وواضح في العلاقه طبعا بين النادي الاهلي وجيرالدو، وان ده حق اللاعب. انهى كلامه ان اللاعب متواجد في قائمه الانتظار وبيحصل على كافه حقوقه، وان في تواصل مع وكيله البرازيلي حاليا وهيكون في عروض ليه في الفتره اللي جايه. اللي يهم الجمهور وخلاصه الكلام عشان ما تشغلوش بالكم، لانه انا عارف ان الموضوع ده موضوع ساعه وتقريبا معظم وسائل الاعلام بتتكلم عليه، بواليا مقيد في الاهلي وهيشارك مع الاهلي في ده في الاهم طبعا في بطوله كاس العالم للانديه وفي طبعا بطولات المحليه ودوري ابطال افريقيا، والموضوع ملوش علاقه بجيرالدو لا من قريب ولا من بعيد، يخش قائمه انتظار ما يخشش قائمه انتظار دي مش قصه، القصه بيحددها النادي الاهلي واللاعب ليس له الحق في القبول او الرفض. بتكلم على موضوع قائمه الانتظار لانه في كلام كتير جدا اتقال في الموضوع. كنت بقول لك متفائله بيه قوي واليا. أنا زي ما قلت لك كده أتمنى إنه يكون إضافة لهجوم النادي الأهلي، اللعيب الحقيقة بيمتلك كتير من الإمكانيات، خطير، هجام، قناص، قادر يستغل أنصاف الفرص، ويمكن واحدة من أكتر الحاجات سيبكم من قصة إن هو بيجيد اللعب بكلتا قدميه وبيهدف براس، الكلام ده يمكن يعني هتلاقوه في معظم اللعيبة اللي بتلعب فيه اي خط هجوم في اي نادي، لكن الحقيقه يمكن واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز بواليا وبشوفها الحقيقه ميزه بقت نادره شويه في المهاجمين اليوم دول، قدرته على التصرف واللعب تحت الضغط. يعني انت ممكن تكون لعيب كره عظيم جدا وانت معاك الكره ولوحدك اعمل بيها زي ما انت عايز وامكانياتك تكون عاليه جدا، لكن لما تتعرض لضغط قوي والتحامات عنيفه والضغط عليك من لعيب واثنين وثلاثه وتكون قادر تتصرف وتكون قادر تسجل، دي واحده من اهم مميزات والتر بواليا اللي بتمنى ان شاء الله انه تجربته تكون ناجحه وموفقه مع النادي الاهلي. طيب نروح لكاس العالم للانديه؟ يروح. انت ليكي في الهاندبول؟ شويه. عارفه طبعا انه مصر كاس العالم لليد، انا اسف قلت كاس عالم للانديه لكن بنتكلم على كاس العالم. نفسنا فيه بس نفكر فيه. ايوه كاس العالم لليد ليكي في الهاندبول طبعا. ليا في الهاندبول. عارفه انه مصر يعني تمتلك الحمد لله يعني تاريخ كويس في الهاندبول. يعني نتمنى انه ان شاء الله البطوله دي. ما انا اسالك لسه علشان البطوله صعبه لانه في
في منتخبات كبيره قوي وابطال العالم كذا مره، بنتكلم على الدنمارك وفرنسا وغيره، فطبعا مصر محتاجه يعني تبقى ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى التوفيق يعني انه يادوا اداء كويس جدا قدام المنتخبات القويه دي. طيب انا بتهيألي انه يعني كون البطوله هتتلعب على ارضنا ده هيبقى عامل اضافي ان شاء الله تكون بطوله ناجحه، ده يحسب لمصر في الاول والاخر، اما المنتخب الوطني فبعتقد ان حظوظه كبيره جدا، سواء من حيث المباريات اللي احنا اخترنا ان احنا نكون في المجموعه دي، او من حيث كمان استعداد وجاهزيه الفرق المنافسه، واعتقد ان شاء الله باذن الله المنتخب المصري قادر على تحقيق انجاز. حقيقه حسين لبيب مدير بطوله العالم لكره اليد اللي ان شاء الله هتنطلق على ارض مصر يوم 13 يناير اللي جاي، قال انه بدا بالفعل سيستم شراء تذاكر البطوله على موقع تذكرتي، او هيبدا خلال ساعات بسيطه جدا تبتدي عمليه الحجز، ومن المقرر انه يكون او يتم تخصيص نسبه 20% من سعه كل صاله من الصالات الاربعه اللي هتستضيف ماتشات مونديال اليد، وقال انه تقليل نسبه عدد الحضور من 30% ل 20% ده حصل وفقا لتعليمات الامن في ظل طبعا الاجراءات الوقائيه والاحترازيه لفيروس كورونا، واشار الحقيقه لاهميه البطوله من الناحيه الصحيه اكبر اكثر من الناحيه النفسيه الرياضيه. خليني اقول لحضراتكم كمان انه اللجنه المنظمه للبطوله بتسعى لانهاء كافه الترتيبات التنظيميه الخاصه باستضافه كاس العالم، واللي هينطلق يوم ان شاء الله 13 يناير، ان شاء الله تكون واحده من انجح بطولات اليد. مصر ان شاء الله هتلعب في الساعه 7 يوم 13 على صاله استاد القاهره، ده هيكون الماتش الاول ان شاء الله، وهنبتدي بمواجهه تشيلي بعد كده، بعدها بيومين ثلاثه يوم 16 على وجه التحديد نلعب تاني ماتشاتنا مع التشيك، واخيرا السويد يوم 18 ضمن ماتشات المجموعه السبعه. من الحاجات المبشره ان المنتخب الوطني لكره اليد هيخوض مباراه وديه بكره ثانيه الساعه 6 مع منتخب اليابان، وامبارح يمكن كسب او النهارده كسب مباراه اليابان طبعا بشوطين اعتقد، فاعتقد يعني الفوز بمباراه وديه على حساب منتخب اليابان حاجه مبشره، يعني كانت النتيجه 34-29 وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب الفراعنه بنتيجه 17-16. كان غايب بقى عن المباراة بعض اللعيبة منها محمد ممدوح، هاشم، خالد وليد للإصابة، ويمكن كمان هيستمر غياب الثنائي عن مباراة النهاردة اللي هي المباراة الودية الثانية، ولكن أعتقد إن دي حاجة مبشرة الفوز على منتخب اليابان في المباراة الودية. طبعاً نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب المصري، كل التوفيق لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم إن شاء الله، ونتمنى إن تكون بطولة مبهجة في ظل أيام صعبة بنعيشها. فقراتنا وموضوعاتنا لسه مستمرة مع حضراتكم في السادسة، هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة ثانية.